وعليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه النشرة الجوية الإنذارية الخاصة بحالة الطقس بالمغرب اليوم غدا الأحد إن شاء الله والأيام القادمة سوف نقدم لكم المدن المعنية بالأمطار والاضطرابات القوية القادمة إلى المملكة ابتداء من يوم غدا. أمطار قوية إن شاء الله سوف تدخل إلى المملكة ابتداء من يوم غدا الأحد، والمدن المعنية إن شاء الله فهي كالتالي: ويتوقع بإذن الله فترة صباحية دخول أمطار عاصفة على طنجة، أصيلة والعرائش، شفشاون، وزان، للاميمونة، سيدي علال، التازي، تاونات، قرية أبو محمد، سيدي سليمان، الخميسات، مكناس، فاس، كرة مداز، تساقط الثلوج على إفران، خنيفرة، زاوية الشيخ، توفيت، ميدل، تبني ملال، البروش، ستاش، زاوية الشيخ، ولاد فرج، برشيد، القارة، الدار البيضاء، الجديدة، الوالدية، السفي، سيدي بنور، بنقري، قلعة استراغنا، سيدي بوعشمان، أكادير، بوعشيبة، مراكش، شيشاوة، خميس ود الحاج، الصويرة، أيد داود، أوكامدن، أوزميز، إيمنتانوت، أشت، وكذلك أكادير، وأمطار ضعيفة على بالفاع. يتوقع إن شاء الله فترة مسائية استمرار الأمطار المضطربة والأجواء غير مستقرة على قلميم، أفركات، سيدي إفنيت، تيزنيت، وأمطار حاضر على تباها بالفاء، أمطار متواصل على مراكش، سيدي بوعشمان، الصويرة، عيد داود، خميس الحاج، أسفي، يوسفية، السعيدية، أولاد فرج، اليوسفية، وكت سيدي بنور، البروج، قلعة استراغنا، واتزم، أبني ملال، أزيلا، قلعة استراغنا، وكذلك مراكش، الروماني، الخميسات، مكناس، والماس، فاس، مكناس، سكورة مداز، إفران، وأمطار حاضرة إن شاء الله على تونفيت، وعاطف، وتورات، وكذلك جرادة بإذن الله، ووجدة، وبركان، والحسيمة بإذن الله. توقع يوم الاثنين استمرار تساقطات مطرية إن شاء الله مع تساقطات الثلوج الكثيفة إن شاء الله على المرتفعات، وأمطار حاضر على مراكش، شيشاوة، بنقرير، شيشاوة، وقلعة استراغنا، أكادير، بوعشيبة، وكذلك خنيفرة، والماس، أمطار غزيرة معتبر إن شاء الله سوف تشهد المملكة إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد. وكذلك يوم الاثنين استمرار بعض التساقطات المطرية على الجهة الشرقية على وجدة وتوريت وتازب، برد، سليمان، وفاس، وخنيفرة، وبني ملال، مع أجواء غائمة وانخفاض في درجة الحرارة. وبالنسبة لتوقعات يوم الثلاثاء دخول الجبهة كذلك ممطرة بإذن الله على المملكة، على بني ملال، خنيفرة، خريبكة، وسطات، والدار البيضاء، سيدي سليمان، فاس، وكذلك كيكو بحول الله. أمطار عاصفية معتبرة قوية محليا. ويوم الأربعاء إن شاء الله فيتوقع أن تكون الأجواء نسبيا صافية إلى قيد السحب. يوم الخميس إن شاء الله يحتمل دخول منخفض جوي آخر سيعطي بعض التساقطات المطرية على الشمال الغربي إن شاء الله. نسأل الله الثبات لهذه الخيرات. لايك، متابعة، شكرا.